الحكومية الجمعية في 12 محافظة بنتكلم على أزيد من 500,000 مواطن استفادوا من خدمات هذه الجمعيات. دائرة التأثير زي ما قلت حوالي 500,000 مواطن، والحقيقة الجمعية أو الجمعيات اللي احنا بنتكلم عليها دي بتشتغل في عدة مجالات، يمكن برضه في اللقاء هيبقى فيه تسليط ضوء على المجالات، إنما هي تنمية الموارد البشرية وتنمية المجتمعات المحلية وحماية البيئة والتعليم والتمكين الاقتصادي للفئات المهمشة زي المرأة المعيلة وما إلى ذلك، وأيضا مجال ذوي الاحتياجات الخاصة. دي مجموعة الجمعيات اللي أنا اتكلمت عليهم ومجالات التخصص اللي بيشتغلوا فيها. أنا مش عايز أطيل، بس لو في أي أسئلة. في أشياء طبعا إيجابية كثيرة، وفي أشياء ممكن البعض يسميها تضييق على الجمعيات خاصة في التمويل الأجنبي، إنما لو بصيت على كمية التمويل الأجنبي اللي أنت بتتكلم عليه، يعني مثلا بتبص تلاقي إن التمويل ما هواش بالحجم الكبير جدا جدا اللي هو الواحد يقدر يقلق منه أو يوقف عمل الجمعية. لما تلاقي مثلا ان التمويل الاجنبي في بعض السنين بيتراوح ما بين 500 الى 700 مليون جنيه مثلا، يعني في حين ان مثلا لو مسكت 10 او 15 جمعيه من الجمعيات تلاقيهم بيصرفوا 9 و10 مليار جنيه على قطاع واحد مثلا. كويس، فكنا نحط قانون ينظم العمل، ده ما فيهوش مشكله ومش مفروض نعترض عليه. في كلام طلع على القانون، ما حدش يقدر يقول انه القانون 100%، وما فيش حاجه، ما حدش بيقدر يطلع قانون 100% سليم. يعني مثلا اسوأ قانون معروف من القوانين الصعبه جدا وهو القانون اللي عملنا الدراسه مقارنه، القانون الاسرائيلي من اصعب قوانين العمل الاهلي. لما نقارنه بالقانون اللي طلع هنا بتلاقي فيه تباين كبير جدا جدا بين الاثنين. القانون طبعا في بعض الاشياء ما قلناش 100%، ولكن الوزاره مشكوره مع الامر بتحاول في اللائحه التنفيذيه انها تسهل الاجراءات بتاعه تنفيذ بنود القانون، فبيحاولوا يسهلوها لان هي جت عليها. انما اللي بيشتغل كويس وبيشتغل ماشي في النور وعنده نوع من الشفافيه وعنده نوع من الامور دي، ما اعتقدش ان القانون ده هيأثر عليه. انا عندي بس